نقدم في هذه الحلقات شخصية المارشال اليوطي المقيم أول مقيم عام في المغرب. الفصل الأول منجزات المارشال اليوطي 1912-1925. يستحيل الحديث عن الأحداث التي أدت إلى التخلي المفاجئ عن معاهدة 1912 وإلى استقلال المغرب دون عودة مختصرة إلى الوراء وأساسا إلى 30 أو 40 سنة من زمن الحماية، وهي سنوات يجب أن نخجل منها. يتحدث الوطنيون المغاربة الآن عن الازدهار والرخاء التي عرفته الإمبراطورية الشريفة في ظل الدولة العلوية قبل معاهدة 1912 المشؤومة، وهو حديث جاء نتيجة جهل الوطنيين الشباب بواقع مغرب بداية هذا القرن، فضلا عن جهلهم لتاريخ بلدهم، كما جاء نتيجة ضعف الموضوعية لديهم لأسباب متعلقة بمنطق الدولة، إذ وصفوا حقبة ما قبل الحماية بالعصر الذهبي. ألم يكتب على الفاسي في أكتوبر 1956 في جريدة العالم لسان حزب الاستقلال أنه تم إلغاء الرق في المغرب خلال القرن 19 نتيجة تحلي المغاربة بأخلاق عالية واحترامهم اللامتناهي لكرامة الإنسان، وزاد قائلا إن فرنسا ما زالت تسمح بالعبودية بل تشجعها في موريتانيا، وأن هذا يجعل من واجب المغرب تحرير موريتانيا من قبضة الاستعمار الفرنسي لكي يتمتع العبيد هناك بالحرية والكرامة، وهما كنزان نفيسان مقدسان. وبخصوص هذا الموضوع لا أريد أن أدخل في أي جدال أو ملاسنة كلامية، لأنني على وعي بأن المؤرخين المغاربة الذين غالبا ما يميلون إلى التاريخ بدل كتابة التاريخ يعتمدون على مثل هذه الأقاويل للدفاع عن رؤاهم، ويمكننا أن نتساءل كم هو عدد قيادي حزب الاستقلال أو الأحزاب الأخرى الذين اطلعوا على كتب مثل روض القرطاس لابن أبي زرع وكتاب الأنساب المتعلق ببداية دولة الموحدين وكتاب الموحدين للبيدق وكتاب تاريخ البربر لابن خلدون ونزهة الحاذي للأفراني والترجمان المعرب للزياني الذي يهتم بالخمسين السنة الأولى من حكم العلويين. وفي سرد هذا لم أخص بالذكر سوى الكتب المشهورة والأصيلة المعززة بالوثائق. وفيما يتعلق بأواخر القرن 19 وبداية القرن 20 نتوفر على كتاب التعرف على المغرب، وهو كتاب قيم لشارل دوفوكو المختص في شؤون الصحراء، ويفيدنا هذا الكتاب بإسهاب حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب خلال حكم المولى الحسن أحد أقوى وأهم سلاطين الدولة العلوية، كما تتوفر على رواية إكسبلوغاسيون للماركيز سيغوناكس وشهادات سيد والتر هاريس مراسل صحيفة تايمز بطنجة ومقالات السيد أوجي أوبان، وكذلك شهادة طبيبي القصر أرنو وفيسبيرغر، إضافة إلى كتابات السادة موليراس وإدموند دوتي ولوي جانتي وموريس لوغلاي وغيرهم. فكل هؤلاء العارفين بشؤون المغرب سجلوا ذكرياتهم على غرار ما قاب به غوبينو بالنسبة لبلاد فارس في كتب بسيطة بعيدة كل البعد عن المغالاة وعن الخلفيات السياسية، وهي كتب مفيدة ومباشرة وتزخر بالحيوية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.